بعد هذا ننتقل إلى رسالة من ديما مهدي أحمد، يقول: أرجو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه الآية ساقها الله سبحانه وتعالى للاعتبار بخلقه سبحانه وتعالى في خلق الليل والنهار. فالظل الذي هو ظل الليل يتبع طلوع الشمس وغروب الشمس، فإذا غربت الشمس امتد الظل، وإذا طلعت الشمس انقبض الظل. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لحبس الشمس وبقي الناس في ليل دامس، أو طلعت الشمس دائما وأصبحوا في نهار دائم، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو المحرك له والمدبر له، ولو شاء لعطله فتعطلت منافع العالم مصالح العباد. نعم.